ماروك اخبار يوميه السلام عليكم ورحمه الله تمكنت عناصر الشرطه القضائيه التابعه للمنطقه الامنيه عن سبع الحيل المحمدي بالبيضاء في الساعة الأولى من يومه الأربعاء من إيقاف مشتبه فيه تورط في اختطاف واغتصاب امرأة مطلقة وأم لثلاثة أبناء تقطن بدوار البيه بالدار البيضاء وأوضح مصدر مطلع لمارك أخبار يومية أن المعني بالأمر كان يحتجز الضحية داخل براكة بالدوار المذكور ويجبرها على ممارسة الجنس معه بعدما اختطفها من داخل براكتها أمام أبنائها الثلاثة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من الحجم الكبير مشيرا إلى أن الموقف. حاول مقاومة رجال الشرطة القضائية الذين تمكنوا من السيطرة عليه وتخليص الضحية، وأكد المصدر ذات اقتياد الجاني البالغ من العمر 50 سنة إلى مصلحة الشرطة لفتح تحقيق القضاء معه فيما اقترف من جنح وجنايات في حق ضحاياه، فيما تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات اللازمة جراء الاعتداء البدني والجنسي الذي تعرضت له. نشكركم على حسن المتابعه قناه ماروك اخبار يوميه